سي عزة خنوش ولا التجمع الوطني الأحرار ما عمره ما باع المغرب، ما عمره ما كان في شي تيار سياسي قومي شيوعي إسلاموي إلى غير ذلك. التجمع الوطني الأحرار حزب وطني مغربي، ونفتخر بانتمائنا لهذا الوطن فقط لا غير. انتماؤنا ولاؤنا لجلالة الملك، انتماؤنا ولاؤنا للمغرب، انتماؤنا ولاؤنا للحزب، انتماؤنا ولاؤنا للمستقبل. أنا جاي فرحان لهذا اللقاء السيد الرئيس، وبغي نبقى فرحان وغادي نبقى فرحان، وبغي الدخول السياسي اللي تكلم فيه سي محمد أوجار بغي ندش شنو أنا فرحان. فرحان أولا فكنا في الدار البيضاء قلنا ودي لما عملناش، وهذا صريح ديالي باش نأكدوا بأنه التجمع الوطني الأحرار ملتزم وطلقنا الالتزام ديالنا. أنا فرحان لأن الالتزامات كلها تصوبات. نفتخر سي محمد بوسعيد، سي محمد أوجار، سي أنيس بيرو، احنا سي شكيب بن موسى شاركنا في حكومات سابقة وعشنا تجارب. هذه خامس حكومة نعيش معها، يعني من الداخل ماشي من برا. صدقوني الشباب وغادي توقفوا على هذا الكلام، هذا من أحسن المنجزات التي صنعت. دخلتوا للحكومة، دخلنا للحكومة، أزمات اليوكرين كما قال السيد الرئيس، البرنامج الحكومي و2030، البنية التحتية الكبرى من قطارات من ملاعب كرة، كيفاش توفق ما بين هادو ثلاثة وفيهم جوج الحوايج أساسي اللي هو الماء والغداء وتوفرهم للمجتمع وبلا ما تقيس الميزانية. هذا راه كيمشي واش عنده هذه القدرة باش يصوبها؟ ما عندوش هذه القدرة، وما غاديش يمكن له يجي يتناقش معنا. ماشي ما عارفش، لأنه بسم الله الرحمن الرحيم عدو الله مش تراجي ما نسميه شي حاجة واحدة أخرى. ها؟ لا ياك لا وقيلة تنكون أنا وياه نقول له فدنو. عارف وما بغاش يجي تناقش معنا في الميدان ديالنا في اللي كنعرفوه. داكشي باش بغي يجرنا لذاك النقاش الاخر باش يغطي علينا. سي محمد شي واحد قال ودي كاين مسمار وكان قال سي هذاك راه غامسمر اللي كيدقوا فيه مسمار ديال التجمع كبير، خصو الدق كبير باش يدخل، خصو الوقت لانه مسمار كبير ويصعب على اي من كان أن يقوم بعجاجه. فبالتالي سندق هذا المسمار إلى حدود النعش. فرحان السيد الرئيس لأنه من الآن ربحنا 2026.